السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البارح خرجت لي هذه التصويرة هذه في فيسبوك، نشرها مولاها في مدينة طنجة، كيقول على أنه كان غادي ما به ما عليه حتى كيدوز في واحد الطريق فيه واحد الحفرة، كيضرب في ديك الحفرة كيتزدح ليه الطوموبيل من تحت، ملي كيهبط كيشوف كيلقى الماء ديال الطوموبيل كله تخوى، كيطل كيشوف كيلقى على أن الرادياتور تصاب ليه ديال الطوموبيل وتفر عليه، وبالتالي فإنه وقع ضحية ديال هاد الحفرة هذه اللي واحد المسؤول ما دارش خدمته وسمح فيها. وكتلقى هذا المسؤول كيدوز في نفس الطريق، ولكن لانه كيمشي على سياره ديال المجلس البلدي ما مسوقش، واخا يضرب في الحفره واخا يوقع عليه اللي حاجه اي حاجه، ما اغلبيه ديالهم ما كيتسوقوش قليل، لانه ما عندوش خسائر، ما قليل فين كنلقى باقي الحمد لله النزهه ولكن قليل. وانا شفت واحد السيد اللي وقع له نفس المشكل وضرب في الطوموبيل ديالو، كضرب في واحد الحفره الكارتير ديال الطوموبيل ديال الموتور كيتفرع وكيهبط له الزيت كامل في الطريق. على اي حال انا بغيت نعاود لكم واحد القصه اللي كانت وقعت في 2020 ويلاه تحكمت في 2024. هذه القصه هذه ديال واحد جوج دراري شدوا الطريق من مدينه القنيطره بالموتور ومشاو غادي لمدينه سلا بالليل، هادشي بالليل. ملي وصلوا لبورق نادل خصنا واحد الرون بوان تما، بالليل كانت الظلمه ما كانش الطريق باينه ليهم مزيان، ما كانوش علامات ديال التشوير في الطريق، اذا بهم كيضربوا بواحد الحفره. للاسف السيد اللي كان سايق الموتور سميتو محمد، توفاه الله يرحمه الله يوسع عليه، اللي كان معاه سميتو حمزه، بعض الاضرار فقط، ربي يطول له العمر. ملي جاوا الاسره ديال السي محمد اللي مات كيكتشفوا على ان هذاك الرون بوان فيه اشغال. اول حاجه كاينه الظلمه تمايا، ما كاينش علامه تشوير، الاشغال باقي ما سالاتش، ما كاينش علامه تشوير، ما كاينش عساس، الناس كيخدموا بالنهار كيمشيو كيخليو الطريق هكاك وكيمشيو بالليل، يعني اي واحد ممكن توقع عليه كارثه تما، وكاينه الظلمه يعني حتى الطريق ما كتبانش بالليل. اذا بهم كيقروا على انهم يرفعوا دعوه ضد وزاره التجهيز والنقل باستشاره مع المحامي بطبيعه الحال، كيطالبوا فيها بالتعويض وبالديه على الاضرار اللي لحقاتهم، على الضرر المعنوي والمادي. ما يمكن ليكش هذه روح مشات بسبب تقصير من المسؤولين، ما داروش علامه تشوير، ما كاينش اناره، ما كاينش عساس، مشاو وخلاو داكشي هو هذاك، اذا به السيد مسكين كيموت في ديك الحادثه. بعد عده سنوات يعني من 2020 حتى 2024، وبامكانكم اللي بغى يطلع على التفاصيل غادي نحطها ليه في المصدر التفاصيل ديال الحادثه، كتحكم المحكمه لهاد الناس هادو يعني الورثه والاهل ديال هاد السيد هذا المتوفى، كتحكم بواحد الديه ديال 25 مليون سنتيم. صحيح ان هاد الديه ما غاديش تعوض، ما غاديش ترد هاد السيد هذا الحياه ديالو، والانسان مهما يكون الحياه ديالو ما عندهاش شي قيمه ماديه، ولكن هذا تعويض رمزي واعتراف بالخطا وبالتقصير. لهذا كنقول لكم على اي واحد وقع عليه شي مشكل في الطريق هذا ما يتنازلش على الحق ديالو، خصوصا اذا كان واحد الضرر مادي او معنوي. علاش؟ لان ممكن يجي واحد اخر يوقع عليه ضرر الحياه ديالو تمشي. ثاني حاجه، انت براسك الا ضربتي شي بوطو ديال الضو ولا شي حاجه خاصه بالجماعه ولا بالبلديه راه ما غاديش يتزاقلوا معك. فهاد الحاله شنو خاصك دير لو وقع عليك الضرر؟ ما عليك الا انك تتصل بمفوض قضائي، وديما كنصح الناس يكون عندهم ارقام ديال المفوضين القضائيين، كيتحتاجوا وغيجي غادي يعاين الاضرار وكيدير واحد التقرير، وانت ايضا كدير واحد كتمشي عند واحد الخبير كراج اللي عنده واحد مدير شركه يعني عنده الكاشني ديالو، كيقيم لك هذيك الاضرار ديالك وكيعطيك واحد ليستيماسيون ديال الاضرار، وكترفع دعوه بهاد سواء كان مثلا في المجال الحضاري كترفع دعوه بالجماعه لانها هي اللي مسؤوله على هاد الطريق او هاد المنشات ديالها، ولا كان في الطريق العموميه او في الطريق السيار فبطبيعه الحال وزارة التجهيز والنقل هي واللوجيستيك هي المسؤولة على هذا الشيء. وكيف كيقول المثل ما ضاع حق وراءه طالب، والحقوق تعطى ولا تؤخذ، عفوا تؤخذ ولا تعطى، وهذا الشيء هذا صراحة كيتطلب النفس الطويل، يعني راه ماشي غير جي شهر شهرين غادي تاخذ الحق ديالك، كيتطلب النفس الطويل وحاول توثق داك الشيء بالتصاور وبالفيديو ولا عندك شي شهود. وهذا هو اللي كاين، كنتمنى ان هذا الموضوع يفيدكم، ولا عجبكم تسجلوا في القناه باش نزيدكم بحال هذه المواضيع، وشكرا والسلام عليكم.